بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب السعادة، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مقر الأمن العام بنا، مرحبين بكم وبالسادة المشاهدين خلف الشاشات في باكورة المؤتمرات الإعلامية التي ينفذها الأمن العام لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية في وقت تكاتفت فيه الهمم لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، في ظل الدعم اللامحدود لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، بمتابعة مستمرة من سيدي خادم الحرمين بمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظهم الله جميعا. حضورنا الكريم، مشاهدينا الأفاضل، من هنا يسرنا أن نرحب بكم أجمل الترحيب في هذا النقل المباشر لفعاليات المؤتمر الأول الذي يشاركنا فيه عدد من القادة الأمنيين، البداية مع سعادة اللواء زايد الطويان مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق، الذي يستعرض الحالة العامة وخطة قيادة أمن الطرق وأبرز ما تقوم به من خدمات أمنية وإنسانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالسادة والسيدات المشاهدين، الأخوة الزملاء الصحفيين الموجودين في القاعة في افتتاح المؤتمر الصحفي الأول لقيادات أمن الحج. وبهذه المناسبة يسرنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة. لا شك أنه المملكة تتشرف في خدمة الحرمين الشريفين، وطبعا مهمة الحج هي مهمة يعني شرف الله المملكة فيها، وهي مهمة وواجب وطني مقدس. تبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوفر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم وعودتهم إن شاء الله إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله. طبعا أنا راح أتكلم في البداية عن مهام القوات الخاصة لأمن الطرق، وبعدين بنترك المجال لبقية الزملاء كل يتحدث في مجال اختصاصه. طبعا لا شك أنه مهام القوات الخاصة لأمن الطرق متعددة، وهي تبدأ من بداية منافذ أو منافذ الدخول سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية اللي يسلكها الحجاج. بنعطي فكرة عن المهام باختصار في البداية. أولا، من مهام أمن الطرق رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف سير الدوريات ونقاط التهدئة والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات الحج بتعليمات السلامة والأنظمة المرورية، استقبال الحجاج من مختلف المنافذ ومتابعة قوافلهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى الوصول لوجهتهم سواء الحرم المدني أو المكي الشريف، منع غير المقيمين ومن لا يحمل تصريح عمل أو حج من دخول العاصمة المقدسة وتطبيق النظام بحقهم، هذا ابتداء من 25/10 أو من 25 شوال من كل عام. فالمقيم الذي لا يحمل إقامة صادرة من غير العاصمة المقدسة أو لا يوجد لديه تصريح عمل أو تصريح حج لا يسمح له بالدخول. ضبط مخالفي التعليمات المنظمة للحج وتطبيق النظام في حقهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. ضبط الناقلين، طبعا الناقلين مخالفي التعليمات المنظمة للحج، واستكمال إجراءات تسليمهم لهيئات الفصل في الجوازات، واستكمال إجراءات حجز مركبات ناقلي مخالف التعليمات المنظمة للحج وتسليمها لحجوزات الزملاء في المرور، منع الترجل أو تسرب المخالفين إلى عرفة في منطقة الوادي الأخضر ومنطقة جامعة أم القرى في اليوم التاسع، استقبال مخالفي التعليمات المنظمة للحج بمركز الإيواء وتبصيم وأخذ خصائصهم الحيوية من جميع الجهات الأمنية، وراح نتكلم عن هذا إن شاء الله في الشريحة القادمة، واستكمال إجراءات تبصيمهم وإعادتهم. إعادة طبعا من يستكمل بحقهم الإجرام مخالفي التعليمات إلى جهة قدومهم. طبعا هذه الخريطة توضح خطة استقبال الحجاج من بداية منافذ المملكة، البداية في المنافذ اللي هي المناطق الشمالية اللي هو منفذ جديدة عرعر، وواضح أمامكم خط السير حتى من بداية الدخول وحتى وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، منطقة تبوك وحالة عمار
ونفس الطريقة يستمر استقبال الحجاج وتسهيل أمورهم ومرافقتهم وتقديم الخدمات الإنسانية لهم على الطريق، متابعة سير الحجاج في المدينة المنورة. الحقيقة أنا لا أرغب في الإطالة في الأمور اللي هي الخرائط والطرق، ولكن هي فكرة عامة. أيضا القادمين من منفذ البطحة من دولة الإمارات ودولة عمان أيضا نفس الإجراء يطبق عليهم في المدينة اللي هو طريق الرياض مكة، وهذا من أهم الطرق، يتم تكثيف الدوريات وإقامة نقاط تهدئة ومراكز تفتيش على هذا الطريق. أيضا القادمين الأخوة الأمنيين القادمين من منفذ الوديعة يتم تسهيل دخولهم ومرافقتهم وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم وما يحتاجون حتى دخولهم أما مكة أو المدينة والعودة مرة أخرى إلى مكة. أيضا في منطقة جيزان لدينا مراكز وتغطي طريق الساحل ابتداء من جيزان وحتى دخولهم من مكة. هناك لدينا نقاط مشتركة مع وزارة النقل، هذه في مناطق المملكة وليست في مكة، كل منطقة يوجد ضباط وأفراد من أمن الطرق مشتركين مع هيئة ووزارة النقل لتطبيق النظام بحق الحافلات المخالفة، يعني لا يسمح من تخرج من المنطقة إلا الحافلة المصرح لها. طبعا نبدأ البداية هي في التقسيم أو أخذ الخصائص الحيوية للمخالفين. طبعا المعلوم أنه لدينا أجهزة تبصيم ونهاية طرفية في كل المواقع، ولكن لدينا مركز يسمى في الخدمات العامة يسمى هو أخذ الخصائص الحيوية، وهو مركز رئيسي يستقبل كافة الجهات ليس من أمن الطرق فقط، وإنما من كافة الزملاء في سواء كانوا في الشرط في المرور أي جهة أمنية نستقبل، حتى الإخوان في المجاهدين نستقبل جميع ما يرد ويتم أخذ خصائصهم الحيوية بعد اتخاذ عدة إجراءات حتى لا يتم تبصيم من هو لا ينطبق عليه النظام. يعني في البداية يتم التأكد من نظامية واكتمال المحاضر المخالفين، بعدين أخذ خصائصهم الحيوية، أرشفة الإحصاء وتوثيقه، وبعد كذا إعادتهم إلى جهة قدومهم ليتم تطبيق النظام بحقهم. لدينا نقاط تهدئة على الطرق المؤدية إلى مداخل العاصمة، وكما هي واضحة في الخريطة الهدف من هذه النقاط هي الحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق، يعني على مسافة 30-40 كيلو تختلف تزيد وتنقص حسب خطورة الطريق، هذه منتشرة على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المدينتين المقدسة، وعملهم يعني مثل ما قلنا هو الأساسي هو عمل مروري وتهدئة وأيضا تطبيق النظام بحق المخالفين ومنعهم من القدوم إلى مكة المكرمة. لدينا وحدة المهام والتدخل السريع، وهذه حقيقة لها مهام مركزة وهم أفراد وضباط مدربين تدريب عالي، يمكن لاحظتهم يتواجدون في أغلب المواقع، مهمتهم الأساسية حماية هذه المواقع وتطبيق النظام بحق المخالفين، إضافة إلى انتشارهم وتواجدهم في منطقة الوادي الأخضر وجامعة أم القرى في أيام في يوم عرفة وما يسبقه لإحكام المنافذ وعدم السماح بدخول غير المصرح لهم لمنطقة عرفة. مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة وهي معروفة، طبعا فيها مراكز أساسية مثل الشميسي والتنعيم والكر وسبوحة على طريق السيل، وأيضا الشعيبة وأشهد لا إله الله هو مركز الكحكية، وهناك مراكز تقام موسمية للحج وهي متعددة تسبق، أما تكون على طريق غير لا يوجد عليه مركز ضبط أمني أو أنها تكون تسبق المراكز الأساسية لتخفيف الضغط على هذه المواقع. مراكز الضبط الأمني المؤقتة هذه مهمتها على الطرق البرية والمنافذ الجبلية والطرق الزراعية، هذه يتم نشرهم بتغطية وإحكام لكافة مداخل مكة سواء كانت طرق رسمية أو طرق، طبعا الطرق الرسمية غالبا مغطية في المراكز الأساسية، إنما هذه هي مؤقتة في مهمة الحج تقوم بإغلاق كافة المنافذ أيا كان نوع المنفذ المؤدية إلى مكة أو المشاعر ومكة المكرمة. طبعا نبدأ في الإرشادات الخاصة وهذه يهمنا إيضاحها للإخوان. معروف أن الشميسي أو طريق مكة جدة السريع هو من أهم الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة. لتخفيف الضغط على هذا المركز يتم تحويل كافة الحافلات إلى مركز الخدمات العامة أو مركز الإيواء كما هو واضح من الأسهم. هناك في مركز الإيواء يوجد ضباط وأفراد وقوات تقوم بفرز والتأكد من التصاريح ومن نظامية الباصات. إذا كان الباص أو الحافلة والركاب وضعهم يعني نظامي يتم السماح لهم
ليس بالاتجاه الى المركز مباشره على طريق السريع، وانما طريق موازي يتجاوز نقطه التفتيش اللي موجوده في الشميسي حتى يخفف الضغط، وطبعا يوضع استكر على باب الحافله حتى انه خلاص هذا تفتش وضع، وهناك يستقبل في نقطه فرز، اذا كان عليه الاستكر هذا يتم نزعه ويتجه الى العاصمه المقدسه. طبعا هذا واضح الخط اللي هو بعد التفتيش. مركز الضبط الأمني بالشميسي واضح، هناك مسارات خاصة بالمركبات المواطنين والمقيمين وحامل التصاريح، مسار خاص بالحجاج، مسار خاص بالمحرمين سائق المركبات القادمين من الشميسي القديم، وهذه نقطة لازم نشير لها. بالنسبة لطريق مكة جدة القديم لا يوجد فيه حجز للمركبات، ما يوجد حجز للمرور في الموقع، فيتم إعادة المحرم سائق المركبة اللي يكون محرم لا يسمح له بالدخول باتجاه مكة، وإنما يعاد إلى جهة الشميسي الجديد لوجود الحجز على الطريق السريع. هذا بالنسبة للمحرم اللي مركبته تقل عن 25 راكب ولا يسمح له بالدخول. وهذا واضح الشميسي القديم، احنا ما نبغى نطيل صراحة حتى نترك المجال للزملاء. مركز الفرز بغران هذا على طريق المدينة، هو يسبق يعني هو يعتبر من المراكز اللي داخل أو تابع المكة، يعتبر هو أول مركز للقادمين من طريق المدينة المنورة. الأربعين أيضا هذا قبل بريمان، وهذا مركز فرز ويتم فيه تطبيق كافة الأنظمة، والمسارات واضحة بالنسبة للسيارات النظامية يسمح لها، بالنسبة للحجاج اللي وضعهم نظام يسمح له، وبالنسبة للي لا يوجد لديه صريح يتم إعادته كما هو واضح في السهم الأحمر. مركز الضبط الأمني بالتنعيم المعروف انه التنعيم اقصد فيها النوريه، وهذا واضح امامكم الان. هذا المركز يعني يستقبل اعداد تتجاوز اللي موجود في الشميسي صراحه، وهذا لازم يعني يكون واضح بحكم وجود الحافلات القادمه من المدينه والسماح للحافلات في عبور هذا المركز. طبعا هذا المركز مش واضح الاسهم في مسار خاص بمركبات المواطنين المسموح لهم حامل التصاريح، في مسار خاص بالحافلات. بالنسبه للمحرمين سائق المركبات اللي يسمح بها بالدخول يتم حالتها للزملاء في المرور في نفس الموقع، وطبعا المرور وامن الطرق هم يعني قطاعين متكامله ومشتركه ويعملون في نفس المجال او في نفس الموقع. مركز الضبط الامني بالكعكيه انا حقيقه لا احب اطيل ولا احب اكرر الكلام الموجود في المراكز اللي يحتاج تنويه نوهنا عنه، والباقي هي نفس النظام يطبق في كافه المراكز. مركز الضبط الأمني بالكر نعمان هذا بداية الهدى، بداية طريق الهدى، ويتم فيه تطبيق نفس الإجراءات بالنسبة للمتسربين أو اللي تجاوزون الهدى أو الموجودين بعد المركز هذا. هناك مركز آخر اللي هو أسفل كوبري غير المسلمين اللي هو واضح أمامنا نسميه احنا الكر النازل، هذا يتم فيه عدة إجراءات. من يرغب المسار خاص بمركبات المواطنين وحامل التصاريح يسمح لهم بالدخول، المسار خاص بالحجاج ايضا يسمح لهم بالدخول كما هو واضح من الخط الازرق، باللي عدم اللي لا يوجد لديهم تصاريح يتم اعادتهم من حيث قدومهم. المسار الاخر اللي هو باللون الاصفر بالنسبه للغير المسلمين او اللي يرغبون التوجه لجده او قاصدي محافظه جده يمنعون من الدخول الى مكه ويتم احالتهم الى هذا الطريق. اسبوعها اللي هو على طريق السيل ونفس الكلام، ما يحتاج ان نكرر فيه لانه نفس الكلام موجود. شكرا لكم، الان نترك المجال لسعاده اللواء محمد البسامي مساعد قائد قواتنا من الحج لشؤون المرور لايضاح خطه المرور لهذا العام. شكرا لكم. تفضل سعاده اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعدت الاداره العامه للمرور خطتها المروريه لحج هذا العام 1439 ضمن خطط امن الحج، والتي تضمنت كثير من المسؤوليات والمهام التي تضمن السلامة المرورية لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مراحل إعداد الخطة من المعروف بالخطة الاستراتيجية وخططنا الحج
أجلت موربي مجموعة من المراحل، مرحلة الإعداد والتخطيط، مرحلة التحضير والتهيئ، ومرحلة التنفيذ والمتابعة. والحمد لله احنا تجاوزنا الآن مرحلة الجاهزية، والإدارة العامة للمرور جاهزة بخططها الميدانية وخططها أيضا المرورية التي تضمن في مشيئة الله تنقل حجاج بيت الله الحرام في كافة المشاعر أثناء رحلة الحج بسلامة ويسر. من المهام والمسؤوليات اللي ودي أنوه عنها، وهذه من أهم المسؤوليات والمهام، هي منع المركبات الصغيرة المسجلة خارج المملكة التي تقل ساعتها حمولتها 5 عشرات من دخول المشاعر المقدسة وحجها في الوارد المعدة لذلك في مداخل مكة، ويتم نقل الطائرة لمركب القرب ورصد حاجة لنقل العام. تمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية وتقل ساعتها أيضاً 25 راكب، والتي يقودها من يرتدي الإحرام إلى دخول مكة المكرمة، ويتم حجزها بمواقف حجز السيارات الصغيرة وعلى مداخل مكة أو إعادتها إلى جهة القدوم. تمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة إلا بتصريح رسمي من الجهة المختصة بالأمن العام والمتمثلة في دار العمل المرور، اعتبارا من صباح يوم 5 من ذي الحجة وحتى نهاية اليوم 13 من ذي الحجة. تخضع المركبات التي تنطر حجاج البر القادمون من خارج المملكة والتي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن 25 راكب لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد طرق محددة لسيرها. تخضع كافة أنواع المركبات الناقلة للأعمال الموسمية للحجز في مواقف حجز سيارات حجاج البر، وذلك فور وصولها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمنع من مواصلة نقل الحجاج إلا وفق الضوابط المعتمدة لذلك. تخضع كافة أنواع المركبات التي تبلغ سعتها عن 25 راكب والتي يرغب مالكوها لاستخدامها لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة أو نفر منها للتسجيل في إدارة المرور والحصول على تصريح خاص بذلك. تمنع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول المشاعر المقدسة، ويستثنى في ذلك الدراجات النارية العائدة للجهات الرسمية أو مصرح لها من قبل جهة الاختصاص. هناك أيضا من ضمن المهام والمسؤوليات جوانب ضبطية بدأنا فيها ولله الحمد في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة لضبط السيارات المخالفة وأيضا لتحميل الركاب، وهناك جوانب ميدانية نشر الدوريات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. إن شاء الله نهدف إلى تحقيق السلام العام لكافة مستخدمي الطرق، ونهدف أيضا إلى سرعة التعامل مع أي حادث لا سمح الله يؤثر من الناحية الأمنية والمرورية والتعامل معها حسب احتياج الموقف. أيضا نفذنا أو حننفذ خطة لإدارة وتنظيم حركة المرور في العاصمة المقدسة والمعمة المقدسة والمشاعر المقدسة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة، وذلك بالمواءمة مع خطة تنظيم المشاة. هناك مجموعة كبيرة من القيادات، 19 قيادة تحت مظلة الإدارة العامة للمرور في الحج، منها حجز السيارات الصغيرة، نقاط المنع وضبط الدراجات، حجز الشركات، عرفات، النقل الترددي، قيادة وادي محسر، وهذه لأول مرة في عام 39 أنشأناها بين كبر الملك فيصل في مزدلفة وبداية مشعر منى، وقيادة مرور مزدلفة وقيادة المواكب والقوة الاحتياطية والمواكب الملكية وقيادة مرور العاصمة والتموين ومرور المعيصم والمكتب الهندسي وقيادة النقل العام وقيادة حجز السيارات البر وقيادة التحقيق في حوادث السيارات. هناك مجموعة من المواقف تحت مظلة حجز السيارات الصغيرة، مواقف طريق جدة سوق السريع، طريق المدينة التنعيم، طريق السيل الشرائع، موقف الهدى، طريق الليث، طريق السيل البهيتة، ونقطة الفرز المعيصم الخضراء ومدينة الملك عبد العزيز الرياضي بالشرائع، وأقرب الفرز طريق جدة مكة القديم. أيضا بالنسبة لمشعر منى بمشيئة الله يبدأ التروية والدخول إلى منى اعتبارا من فجر يوم 8 من ذي الحجة باتجاه منى، ويسمح بدخول الحافلات من جميع المحاور، كما يبدأ التصعيد مشيئة الله إلى عرفات اعتبارا من فجر اليوم 9 لمن لهم تروية في منى من باتجاه عرفات عبر الملك عبد العزيز والملك فهد وكافة المحاور من الجهة الغربية باتجاه الشرق، ومن ثم أيضا يعاد مرة أخرى من مهام منى استقبال الحجاج أثناء عودتهم مزدلفة إلى منى، وأيضا إدارة الحركة المرورية في مشعر منى أيام التشريق.
قيادة مرور مزدلفة أيضا لها مهام كبيرة خاصة في النفرة ومزدلفة إلى 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 من عرفات إلى مزدلفة. ولعل جسر الملك فيصل استحدثنا في هذا العام توسعة، وأشكر أمانة العاصمة المقدسة للتجاوب السريع مع طلب الإدارة عن المرور، ونفذنا توسعة الكوع ما يسمى بالكوع في نهاية جسر الملك فيصل، واستحدثنا مسار جديد لدخول الحافلات سيساعد بمشيئة الله في امتصاص الكثافة المرورية العالية على هذا الجسر أثناء النفرة من مزدلفة إلى منى. مشعر عرفات أيضا حيستقبل الحجاج اعتبارا من يوم 8 لمن ليس لهم تروية في منى، وأيضا فجر اليوم 9 بمشيئة الله القادم من منى من جميع المحاور. هناك مجموعة من المخيمات في الجهة الشمالية للترجيات الترددية، ومخيمات القطار في الجهة الجنوبية وجنوب آسيا والدول العربية في المنطقة الوسطى. النقل الترددي يشمل مجموعة من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب آسيا وحجاج إيران وحجاج جنوب حجاج أفريقيا العربية. والحمد لله في هناك تكامل بين الإدارة عن المرور متمثلة في قيادة النقل الترددي ووزارة الحج وجميع الجهات المشاركة في هذا النقل. قيادة وادي محسر أيضا القيادة الجديدة التي أنشئت لهذا العام، وإن شاء الله من المتأمل أن تضيف جزء من الجودة لخطط أمن الحج، وهي من ضمن التوصيات التي كانت في حج عام 38 قيادة ضبط الدراجات ومنع دخول السيارات في نقاط المنع والتحكم. هناك 43 نقطة و 23 نقطة متحركة و 20 نقطة أيضا رئيسية ثابتة على مدار الموسم، حيكون إن شاء الله منع دخول السيارات اعتبارا من ليلة 4 تصبح 5 من ذي الحجة بمشيئة الله تعالى. حج الشركات أيضا حتبدأ الآن إن شاء الله في مرحلة أولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفق موضح في الشاشة لضخ الحافلات من حج الشركات في الشميسي وفي جميع مواقع الشركات إلى المكاتب التي تعمل على نقل الحجاج إلى منى أو إلى عرفة إذا لم يكن لهم تروية. مرور العاصمة أيضا بدأ اعتبارا من 15-11 في إعادة تنظيم جميع الطرقات بما يتواءم مع الكثافات المتوقعة، وأيضا بدأ أيضا ينظم دخول ساكني وكل قاصد المنطقة المركزية من خلال تصاريح خاصة للدخول لهذه المناطق. النقل العام أيضا هناك قيادة خاصة فيها في مجموعة من خطوط النقل العام داخل مكة هتعمل اعتبارا مثل نقل الصلوات هتبدأ أو تقفل يوم 5، وهناك نقل عام في مداخل المشاعر المقدسة، وهناك أيضا محطات هتستمر إن شاء الله أيام التشريق نقل الحجاج من منى إلى مكة والعودة مرة أخرى إلى منى. هذه المسارات النقل العام، وبإمكان كل مستخدمي هذه الخرائط أن يدخلوا على الرابط اللي موجود في جوجل مواقع حافلات النقل العام بمداخل مكة، وهناك أيضا خرائط ربطنا مع جوجل ماب لتسهيل وصول الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام إلى مبتغاه من خلال هذه الخرائط الموجودة في الموقع الإلكتروني. حج سيارات البر أيضا بدأنا باستقبال الحجاج العراق وبعض الحجاج الآخرين إلى مواقف الليث استعدادا لإعادة تنظيم مرة أخرى وتصعيدهم إلى المشاعر المقدسة. المرور المدينة المنورة أيضا لديه خطة اعتبار من يوم 15-11-39 ولديه مجموعة من نقاط الفرز لدخول الحافلات إلى المنطقة المركزية. فيما يخص الجانب التقني استحدثنا هذا العام موقع إلكتروني لدخول تصاريح السيارات إلى المشاعر المقدسة، وهذا لأول مرة يستحدث في مواسم الحج. كل الشركات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية من أراد الدخول إلى المشاعر عليه التقدم لإدارة عام المرور بطلب للحصول على هذا التصريح، وبالتالي حيدخل جميع البيانات وإدخال جميع السيارات المصرح لها عبر برنامج إلكتروني موجود على الرابط الآن، وسيتم التحقق أيضا من خلال مراكز المنع في كل مداخل المشاعر المقدسة عن وجود هذا التصريح إلكتروني من خلال هذا البرنامج والتطبيق اللي موجود مع كل رجال الأمن. ولذلك حنتجاوز كل مراحل السلبيات اللي صارت في العام الماضي من خلال سواء التزوير التصاريح أو دخول سيارات غير مصرح لها،
حتكون هناك إن شاء الله قاعدة معلومات آمنة تضمن وجود تصريح مؤكد مع كل قائد المركبات، حيلصق التصريح على الزجاج الأمامي وحتكون الداتا موجودة في النظام. وبالتالي أنا أرجو من خلالكم أن لا يمكننا كل قائد المركبات من تسجيل أي مخالفات عليه، خاصة المخالفات المالية المقررة في النظام، هي مبالغ وغرامات عالية جدا وفق ما هو مقرر في النظام. لذلك احنا لا نطمح نهائيا نسجل مخالفات المشاعر. المشاعر يجب ان تكون هي مكان للبيئة الآمنة التي تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام. هذا ايضا نموذج من الواجهة الرئيسية لهذا النظام، وهذه نماذج للتصاريح، تصاريح المشرفين والموظفين، تصاريح دراجة نارية، تصاريح نقل خدمات، وتصاريح سيارات الصغيرة. ايضا خلق خرائط الكترونية عن طريق موقع المرور liuhajtraffic.com. استهدفنا خرائط، اكثر من 6 خرائط للمشاعر المقدسة، مكة المكرمة، منى، مزدلفة، عرفات. وبالإمكان أيضا الدخول عبر هذا الموقع أو عبر التطبيق في الأندرويد أو الأجهزة الأخرى. وأيضا في هناك فيلم بسيط تعريفي مسجل أيضا في الواجهة، بالإمكان الاطلاع عليها من خلال موقع المرور في تويتر. هذه جزء من الخرائط اللي موجودة الآن، بالإمكان الجميع وضع فيها داونلود واستخدامها والاسترشاد بها أو الخطط عليها. نتمنى السلامة لحجة بيت الله الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة اللواء على الإيضاح المتعلق في شؤون المرور. في نقطة مهمة قبل ما ننتقل للزميل، اللي هي أنا أتأكد أو أود التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين أنه لن يدخل مكة من لا يحمل تصريح حج. التصريح يقرأ إلكترونيا عن طريق الباركود، يعني أي وسائل أو تغرير بالآخرين نؤكد أنه غير مقبول، والتصريح لا يقرأ ورقياً، يقرأ إلكترونياً. فلما لم يكن صادر بطريقة رسمية يعني واضح الأمر. شكراً لكم. الآن سعادة اللواء مطلق العتيبي قائد المركز الأمني بالبهيتة لإيضاح ما لديه بخصوص المركز الهام الموجود على طريق السيل وبقية ما يتعلق في محافظة الطائف. تفضل سعادة اللواء. شكراً لك طالبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوجيهات مباركة كلفت شرطة محافظة الطائف بمهام مركز البهيتة الأمني، والذي يعتبر حلقة هامة في دائرة العمل الأمني لضبط الدخول للمشاعر المقدسة، ويغطي تقريباً مساحة الشرقية من المشاعر المقدسة بالكامل. يستقبل مركز قيادة البهيتة إلى 60% من حجاج الداخل وحجاج مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي. يعمل أو تعمل قيادة مركز البهيتة من خلال 13 نقطة فرز وتفتيش، منها 3 نقاط رئيسية يتم فيها قراءة التصاريح للمركز الرئيسي في البهيتة، ونقطة تفتيش الهدى، ونقطة تفتيش المحمدية. هناك 4 نقاط لتوجيه حركة سير المرور على الطرق في تحويل مسارات الشاحنات وتحويلات السيارات الصغيرة المقادة أو سائقيها من الأجانب المقيمين في البلاد إقامة نظامية. باقي النقاط إنما هي نقاط للتهدئة والفرز والتخفيف على 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 استخدام الطرق وسلامة المرور. المركز الرئيسي في البهيتة يحوي إضافة إلى القيادة الأمنية إلى مشاركة كبيرة من الجهات ذات العلاقة، بدءا من الهلال الأحمر السعودي والأمانة والمحافظة والدفاع المدني وكافة الجهات اللي ممكن أن تقدم الخدمات متكاملة لزائر المركز أو عابري المركز. طبعا المركز الرئيسي يحوي بالإضافة إلى 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 مقوماته من خلال سهولة مرور العربات وتنظيمها وإجراءاتها، إلى مركز إعلامي يقدم التوعية ويجيب على الاستفسارات سواء من الأخوان الصحفيين أو من مرتادي المركز أو من الحجاج أو من زوار المركز. المهام والمسؤوليات أبداً ما تختلف عما تفضل بسعادة اللواء زايد الطويان وسعادة اللواء محمد. الواجبات والمهام والمسؤوليات واحدة، هي الوصول إلى درجة عالية من الانضباط في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج
وزي ما أكد سعادة الوزايد أنه لا يمكن أن يكون هناك إن شاء الله أي تجاوز في تطبيق النظام. نحرص على أنه تكون المعابر والمسالك الله يجزيكم الترابية تحت التغطية بمشاركة جادة من الأخوان في إدارة المجاهدين، ومشاركة جادة أيضا من دوريات الأمن ومن دوريات الشرطة في 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 على مدار الساعة في ضبط أي تجاوزات. احنا ننتظر من العموم أن يكون الشعار اللي تفضل به صاحب السمو السيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الحج عبادة وسلوك حضاري، أن يكون هو نهجنا جميعا في التعامل مع هذه المهمة بدءا من الآن وحتى تنتهي إن شاء الله على خير